حاليا شاب مغربي 21 سنه، دخولي لهذا المجال ملي كانت في عمري 14 سنه. الفكره جاتني يعني من الصغر، يعني هي انا كنعتبرها هوايه، لان من الصغر وانا كيعجبني المكياج الشعر، ففوالا ملي شفت هذا الشيء كيعجبني قررت انني ندخل نكمل فيه ندرس عليه، والحمد لله درست عليه وكملت والحمد لله. بالنسبة للعائلة ديالي ما لقيتش معهم مشكل، ساندوني يعني شافوا أن ولدهم كيرتاح في شي حاجة دعموني، وهما أكد اللي تكلفوا لي بمصاريف ديال الدراسة ديال هاد المجال. في هاد الوقت ما بقيناش كنشوفوا أن يعني حتى العيالات ولا كيمتهنوا مهنة ديال الرجال، وما بقيناش كنشوفوا التعاليق شحال هادي بزاف، لأن دابا الوقت تطورت ولا الطالب علينا حنا كرجال في الميكاب أكثر من النساء، على القول ديالهم أنهم كيشوفوا أن الراجل كيبدع في الميكاب على البنت، لأن كيكون كترتاح له وكتعطي وجهه بواحد الثقة وكتكون ثقة فيه أكثر، يعني ما يكونش واحد الاحتكاك ما بين بنت وبنت، يعني كيقول لك مسألة صغيرة أم كذا ما غاديش تطلعني، يعني كترتاح للراجل أكثر. يعني شي حاجة زوينة أنني بديت في الصغار وفرضت سميتي يعني مني صغير ودخلت الاحترافية يعني في هذا السن صغير، فيعني شي حاجة زوينة كتعني لي. طوندونس الميكاب دائما يعني دابا ولينا كنشوفوا مكياج ولا خفيف، يعني ما بقاش داك شي حاجه البساطه اللي كتشوف فيه ميكاب نو ميكاب، يعني ما بقاش داك المكياج شارج اكسيتير. نصيحتي للناس اللي باغيين يدخلوا للدومين يدخلوا له هما كيبغيوه، يعني كيبغيوه ماشي غير انهم يدخلوا له كخدمه وصافي، لان هذا الدومين كيبغي انك تفنن فيه تعطي فيه وتطور راسك حتى يكون عندك يعني زبائن كثار اكسيتير. يدخلوا يسولوا على راسهم ويحاولوا انهم داك الاخطاء يستشروا مع ميكاب ارتست، تفرجوا لي فيديو، يعني ولينا دابا كنشوفوا كاع النصائح كاينه في اليوتيوب باش ما يعاودوش يكرروها. لا بالنسبه للعرائس كل وحده وباش شنو كتبغي، كنت واخا كتنصحها انها كتبغي مكياج صاغجي، ولكن الاحسن تبقى شي حاجه في البساطه، شي مكياج خفيف، يعني كما غادي تشوف راسها هذا العام العام الجاي انها تشوف راسها زوينه، عكس انها كتصاغجي المكياج وكدوز واحد المده كتندم. ديجا راني رديت انا ما كنافس حتى واحد، لان هذاك من الجيل القديم، انا من الجيل اللي عاد طالع، وطبعا ما كنافسش، خدمتي هي اللي كتبيني صافي. تعاملت مع بعض الفنانات منهم كابتن البراني، عبير البراني الاخت ديالها، سلمى رشيد، كريمه وسط، كاع الفنانات تبارك الله مغربيات زوينات، وشرفني انني نتعامل معهم. عجبني انني نماكي الاسماء المنور، لطيفه رأفت. لا كيجيوني عروض طبعا بانني نخدم في الدول الاوروبيه ام العربيه، ولكن انا ما كنبقاش راسي انني نبعد على بلادي، يعني انا اللي كنت كندير شي حاجه زوينه فان بنات بلادي يستنفعوا بها، يكون كميكاب ارتيست زوين، علاش غادي نمشي انني نخدم داك الخدمه في بلد اخر ونبقى في بلادي؟ شو هو الواحد ما خصوش تكون كرشو كبيره، يعني يقدر داك القيمه اللي غادي يخدم بها، يعني يدي داك الخدمه ثمن يكون رمزي، ما يكونش يعني ما يفوتش، لان الناس طبقات، كاينين الناس اللي العروسه كتكون ما عندهاش وكتمنى انك تصوب لها، فيعني الميكاب ارتست يمشي مع جميع الطبقات، ما يبقاش مهتم بطبقه، يعني مع الضعيف مع اللي عنده، يعني خدم مع كل شيء. الثمن ما قدرش نقول لك، لان على حساب العروسه شنو كتبغي، يعني كل باك وشنو فيه، يعني انني كنشوف ان الميكاب ارتيست تكون خدمته زوينه وشي حاجه زوينه يبدا من 3000 درهم الفوق. طموحات ديالي انني في هذا العالم نكون نبينو بشي حاجه زوينه وتكون عندي صوره نقيه، يعني سميتي تكون بصوره نقيه وصافي. كنبغي نقول لموقع بيل بري شكرا على الاستضافه، وكنتمنى يكون الحوار خفيف ظريف. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.